بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. الحقيقة النهاردة هبدأ في هتكلم مع حضراتكم في كذا موضوع. أول موضوع هبدأ أتكلم فيكم معاه هو التريقة. أنا بستغرب جدا جدا الحقيقة من الناس اللي بتقعد تتريق على النادي الأهلي، الناس اللي بتقعد تتكلم على النادي الأهلي بشكل سلبي على كل مواقع التواصل الاجتماعي. أو طبعا زي ما حضراتكم عارفين ليسوا مشجعي النادي الاهلي، والناس اللي كاتبه ان هي بتقول ان هي مش هتشجع النادي الاهلي تاني والكلام ده كله. الحقيقه انا قعدت افكر، هي الناس دي بتفكر ازاي؟ او الناس دي بتتكلم في كده ازاي؟ بتقول ان هي مثلا حد بيقول ان هو مش هيشجع النادي الاهلي تاني مثلا يعني، او حد بيقول او في كده موجه من التريقه على النادي الاهلي. قعدت فكرت كده قلت الله، ده احنا لو هنا في النادي الاهلي قفلنا النادي الاهلي 5 سنين، لا خليهم 10 سنين. لو قفلنا النادي الاهلي 10 سنين وبعدين رحنا نمنا في ال10 سنين دول ورجعنا تاني، هيبقى النادي الاكثر تتويجا، الاكثر بطولات، الاكثر كل حاجه. لو احنا قفلنا النادي كده 5 سنين او 10 سنين، النادي الاهلي برضه هيرجع بعد 10 سنين. بعد 10 سنين هننام فيهم، هننام نمنا كده ونتغطى. بعد 10 سنين هنبقى الاكثر بطولات والاكثر تتويجا والأكثر في كل حاجة والأفضل في كل حاجة. حاجات غريبة جدا الواحد من امبارح للنهاردة يسمع. اهدوا شوية كده وبعدين انتظروا القادم. النادي الأهلي عنده ميزة الحقيقة، أهم ميزة في النادي الأهلي هي جمهوره. هتكلم لأن أنا النهاردة عامل تقرير عن الجمهور فقط، هتكلم عن موضوع الجمهور. ولكن زي ما دايما بقول لحضراتكم كده، اللي مش عايزنا ما يشجعناش، واحنا النادي الاهلي هنا ما عندناش اي مشكله في اي حاجه خالص. عندنا كبوه، عندنا كبوه، عندنا مشاكل، عندنا مشاكل، عندنا حاجات خاطئه في الفريق، عندنا كلنا بنعترف بهذا الكلام، ومن لا يعترف بهذا الكلام فهو مخطئ. فعشان كده بقول لحضراتكم يا جماعه فكروا شويه واعرفوا النادي الاهلي فين. النادي الاهلي بعيد، النادي الاهلي بعيد جدا. احنا كام دوري يا جماعه؟ انا تعبت من كتر ما انا بقعد اكرر الكلام ده وبقعد اقول الكلام ده. واحنا كام دوري يا جماعه؟ حد يقول لي بس 40 ولا مش عارف 41 حاجه كده يعني. كتير قوي، دوريات كتيره قوي. بقول لكم لو قفلنا النادي 10 سنين ورجعنا تاني هنرجع كده 42. ماشي يا عم متشكرين. 42 دوري، كام كاس بقى؟ انا عارف ان هو 40 هو كام كاس بقى؟ وكم بطوله افريقيه؟ كم بطوله كاس عالم للانديه؟ هل في نادي في مصر هنا خد راح كاس عالم للانديه وخد تالت عالم؟ ما افتكرش. فجماعه اهدوا كده شويه، اهدوا كده شويه وشوفوا ايه اللي بيحصل. وانا بقول لجمهور النادي الاهلي وبوجه كلامي لجمهور النادي الاهلي، انا مش عارف في كده حاله من الزعل وحاله. عندكم حق، لازم تزعلوا، محدش بيقول ما تزعلوش، بس دايما الجمهور ودوره. وانا هنا هخش على دور الجمهور. احسن حاجه في النادي الاهلي وافضل شيء في النادي الاهلي هو جمهوره. جمهوره هو ده السند بتاع النادي الاهلي. عشان كده عارفين بيعملوا ايه؟ بيخلوكوا يعني مباراه مثلا بيراميدز، هو للاسف ان هي مباراه بيراميدز، يعني انا كان نفسي اتكلم في اي مباراه اخرى، ولكن هو ده اللي حصل في مباراه بيراميدز، ان هم منعوا الجمهور ان هو يخش. عشان في ناس كتيره جدا او معظم الناس عارفه قد ايه النادي الاهلي او قد ايه جمهور النادي الاهلي هو المسؤول الاول والاخير عن تحريك اللعيبه جوه الملعب. هات لي، ايوه هات لي الحاجات دي. انا مش عارف ليه انتم مش متفائلين. تفائلوا، الفتره اللي جايه فيها حاجات كتير، وصدقوني انا عندي معلومات بس الحقيقه ما اقدرش اقولها. عندي معلومات مهمه جدا جدا. الكام يوم اللي جايين دول فيهم حاجات حلوه هتتقال لجمهور النادي الاهلي. انا ما بقولش ان احنا كويسين على فكره، بالمناسبه انا بعترف بده تماما. واحنا قلنا هنا في الاستوديو الثلاث نجوم اللي كانوا معايا امبارح اتكلموا في الموضوع ده في كل حاجه، وقلنا الشوط الاول والشوط الثاني والفرق ما بين الشوط الاول والشوط الثاني. ما حدش بيقول ان احنا الفريق كان كويس امبارح، لا. لو احنا قلنا كده يبقى احنا بنضحك على حضراتكم، واحنا ما بنضحكش على حضراتكم. احنا عندنا مشاكل وعندنا ناس بتعرف تقف على المشاكل دي وبتشوف ايه النواقص اللي موجوده في الفرقه، وبتحاول ان هي تجيب لعيبه تيجي تكمل النواقص اللي موجوده في الفرقه.
لكن التريقه يعني ما تخلوناش نتكلم في حاجات احنا مش عايزين نتكلم فيها، احنا عايزين دايما نتكلم في النواحي الفنيه ونفضل نتكلم في النواحي الفنيه. بقول لكم نقفل خمس سنين 10 سنين مفيش مشكله، 10 سنين 10 سنين ونرجع تاني هنبقى الاكثر والافضل في كل حاجه برضو. فعشان كده بقول للناس اللي بتتكلم في هذا في المواضيع دي وبتعمل كده اهدوا بس شويه، اهدوا، الايام جايه كتير، الايام جايه كتير والمباريات جايه اكتر واكتر. مش عايزين نبقى احنا بقى كجمهور اهلي او جمهور النادي الاهلي، احنا مجلس اداره النادي الاهلي اللي متواجد حاليا واللاعبين اللي متواجدين حاليا، الجهاز الفني اللي متواجد حاليا، كل الناس اللي موجوده بتعمل لشيء واحد فقط وهو مصلحه النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي. اللي بقول لكم لو احنا نمنا 10 سنين، 10 سنين مش 5 ولا 6 ولا 7، 10 سنين هنبقى برضو الافضل. فعشان كده بقول لحضراتكم الفترة اللي جاية هي فترة حضراتكم، فترتكم كجمهور. محتاجين مساندة، اللعيبة دي محتاجة مساندة، الجهاز الفني محتاج مساندة. الحقيقة أنا امبارح على مواقع التواصل الاجتماعي قريت حاجات كتيرة جدا، منها الكويس ومنها الوحش. طبعا زي ما شفتوا كده أو زي ما في ناس كتيرة شافت امبارح، في بعض الناس كده كتبت إيه؟ إن إحنا مش عايزين نبقى أهلاوية. يا أخي إحنا كمان مش عايزينك تبقى أهلاوي. مفيش مشكلة خالص. إحنا مش عايزين حد، احنا نادي او النادي الاهلي ده او اسم النادي الاهلي ده في حته الناس هي اللي بتروح له، الناس هي اللي بتجري وراه. اللي مش عايز هو حر، انت اللي خسران او انت اللي خسرانه. اي حد بيتكلم ما عندناش اي مشكله خالص، لكن انتظروا مفاجآت في الفتره القادمه. انا بكلم حضراتكم من منطلق معلومات بس للاسف مش هنقدر نقولها، مش هنقدر نقولها لانه احنا دورنا هنا نوضح لحضراتكم ان في حاجات بتحصل وفي تحركات سريعه بتحصل لسد النواقص اللي موجوده في الفريق الاول للنادي الاهلي. وخدوا بال حضراتكم ان فكره البناء بتحتاج وقت، فكره البناء بتحتاج وقت، ولكن احنا قدرنا ان اسمنا النادي الاهلي، قدرنا ان اسمنا النادي الاهلي. النادي الاهلي ده بينافس حتى وهو بيبني، بينافس حتى وهو بيبني، الناس بتعمل له حساب حتى وهو بيبني فرقه. فعشان كده بقول لحضراتكم الفترات القادمه صدقوني في مفاجآت كويسه جدا هتعجب حضراتكم. يعني مش عايز اقول لكم في خلال وقت قد ايه، بس في خلال وقت قصير هتسمعوا اخبار جيده جدا جدا واسماء لاعبين تليق باسم النادي الاهلي، زي المجموعه اللي موجوده الحقيقه اللي احنا عايزين نقف في ظهرهم هذه الفتره. عندنا مباراه سموحه يوم الثلاث، خلينا نبدا من يوم الثلاث، خلينا نبدا من يوم الثلاث، من يوم الثلاث. وانا كنت بتكلم مع عدد كبير من اللاعبين النهارده وامبارح الحقيقه بعد المباراه، قلت خلاص اللي فات فات والنقاط اللي احنا خسرناها خسرناها، ولكن بدايه من مباراه سموحه القادمه هي مباراه، كل مباراه قادمه هي مباراه حياه او موت، حياه او موت في الرياضه يعني برضو عشان ما نبقاش بنتكلم بتعصب. هي بالنسبة لنا الثلاث نقاط هي أهم حاجة، ثلاث نقاط في خلال الفترة القادمة لحين تحسن الأمور. تخيل بقى حضرتك، تخيل حضرتك كده وانت قاعد بتتفرج إن مثلا أحمد فتحي موجود وعلي معلول بمستوى المعهود موجود وسعد سمير وأي حد يجي تاني، رامي ربيعة، تخيلوا محمد نجيب، كل دول مصابين، أنا بتكلم على المصابين فقط مش هتكلم على حد تاني. تخيلوا أجاييه، تخيلوا وليد سليمان لما يبقى فت 100%، وهقول لكم النهارده على اشياء كثيره جدا تخص ما حدث في مباراه شبين الوديه النهارده. تخيلوا كده وجود حسام عاشور، تخيلوا كده لما وليد ازارو يرجع كده وهو مفرفش وعايز يلعب ويجيب لنا جوان، تخيلوا كده لما صلاح محسن يرجع. انا بكلمكم على الناس اللي بره الفرقه، على الناس اللي مصابه، على الناس اللي مصابه. صالح جمعه، أنا مش عايز أنسى أسماء، بس فعلا الأسماء كثيرة جدا جدا. مؤمن زكريا لما يرجع لفورمته، لأن مؤمن هيبقى من الأعمدة الرئيسية خلال الفترة القادمة في النادي الأهلي، وهتقولوا إسلام قال الكلام ده. خدوا بال حضراتكم عدوا كده، معلش نعد تاني، أنا آسف. أحمد فتحي، محمد نجيب، سعد سمير، ربيعة، يعني أنا هحسب علي معلول لأن أول مباراة ليه، بلاش علي معلول، حسام عاشور، صلاح محسن، صالح جمعه، وليد ازارو، اجاييه،
وليد سليمان لما يرجع لفورمته اللي هي يعني، ومؤمن طبعا رقم 11 لاعب. احنا بنتكلم على 11 لاعب، ما مش بنتكلم على لاعب ولا اثنين ولا ثلاثة، احنا بنتكلم على 11 لاعب. لما الشناوي يفوق تاني ويرجع بعد الإصابة الطويلة اللي كان فيها الأسبوعين ثلاثة اللي كان قاعد فيهم إصابة، هتلاقوا فرقة تانية خالص مع التدعيمات بقى الجديدة ومع التدعيمات اللي بتحصل. رمضان صبحي لما تشوفوه يعني الشوط الأولاني، رمضان الله يكون في عونه بقى له فترة ما بيلعبش، الشوط الأولاني حاجة والشوط التاني حاجة، كلنا قلنا هذا الكلام. محمود وحيد لما يرجع يلعب، بقية التدعيمات اللي مجلس الإدارة ولجنة التعاقدات بتشتغل عليها، محمد محمود اللاعب ده أنا شايفه هيبقى من أفضل اللاعبين اللي موجودين في وسط الملعب خلال الفترة اللي جاية. احنا بنتكلم بالمنطق وبالعقل، ما بنتكلمش بمجرد الكلام وان احنا ايه نقعد نسخن الناس وخلاص، لا احنا بنتكلم بالمنطق والعقل. عندك 12 13 لعيب حتى لو ما فيش تدعيمات، ال 12 13 دول طبعا انا بقول حتى لو ما فيش، بس فيه صدقوني الايام القادمه الاربع خمس ايام اللي جايه هتسمعوا كلام مهم جدا 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 وهيفرح حضراتكم. فعشان كده بقول لكم تفائلوا تفائلوا. امبارح كلنا كنا زعلانين، كلنا كنا متضايقين، ثلاث نقاط مهمه جدا 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 خسرها النادي الاهلي، ولكن الايام القادمه افضل بكتير. الاساس اللي احنا اشتغلنا عليه او اللي مجلس الاداره ولجنه التعاقدات والجهاز الفني اشتغلوا عليه اساس جيد، اساس جيد. اسم النادي الاهلي لوحده ده يا جماعه حاجه تانية خالص. ارجع مره تانية للجمهور حضراتكم ومش بقول كده وخلاص، دي الحقيقه. جمهور النادي الاهلي هو سنده، هو درعه، هو ظهره. جمهور النادي الاهلي انا عمري في حياتي ما هنسى، وانا اسف ان انا كل شويه بقول هذا الكلام او برجع لحضراتكم بحاجه تخصني، يعني عمري في حياتي ما هنسى مباراه الصفاقسي التونسي، وبعد التعادل الايجابي هنا ما بين النادي الاهلي وبين النادي الصفاقسي بهدف لكل فريق، احلى حاجه شفتها وانا كنت في الملعب، احلى لقطه شفتها في حياتي بعد المباراه، بعد المباراه وتعادل الفريقين الاهلي والصفاقسي. الصفاقسي كان ساعتها فرقه تقيله جدا، والاهلي طبعا كان فرقه تقيله جدا، لكن في الفتره دي او بعد المباراه شفت ناس فقد الامل او عندها فقد كده للامل، بعض اللاعبين يعني، لكن شفت الجمهور، الاستاد كان مليان ايامها، الاستاد كان على اخره. شفت الجمهور بقى بيعمل ايه؟ افريقيا يا اهلي. عارفين حضراتكم دي حركت فيا انا وهتكلم على بعض الزملاء التانيين، حركت فيا انا وخمسه سته كنا لما دخلنا الاوضه قاعدين ومستر مانويل عمل حاجه كده، راح لاوضه صفاقسي وقعد يزعق وانتوا بتفرحوا هنا وبتتبسطوا هنا لكن احنا هنفرح هناك، ده مانويل جوزيه اللي كان بيعمل كده. وانا وخمس ست لاعبين اخرين اسماء كبيره جدا 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 بصينا لبعض كده بعد الماتش على طول، بعد ما دخلنا اوضه اللبس بصينا لبعض كده واحنا قاعدين، عرفنا ان احنا هنكسب الصفاقسي هناك. كان في ثلاثة أربعة كده إيه مدلدلين وحاطين وشهم في الأرض، الثلاثة أربعة دول لما الخمسة ستة دول قاموا وقعدوا يتكلموا ويزعقوا ويعملوا ها، لقينا كله قام كده والله يوميا ما حد نام، كلنا كنا بنكلم بعض بالليل في التليفونات، أنت نمت؟ لا ما نمتش. طب هتعمل إيه؟ طب عايزين نكسب، عايزين نفرح الناس دي. عارفين الأساس كان في الموضوع ده إيه؟ حضراتكم كجمهور او الناس اللي كانت موجوده في الاستاد في ساعتها. يعني اتمنى ان لو حد كان قاعد من اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي وكان موجود في الاستاد يتذكر اول ما الماتش الحكم صفر النهايه، افريقيا يا اهلي رجاله يا اهلي، افريقيا يا اهلي رجاله يا اهلي. الموضوع ده هو اللي احيا فينا كل حاجه. فانا مش عايز حضراتكم، انتوا الاساس في كل شيء، جمهور النادي الاهلي هو الاساس في كل شيء، عشان كده الناس بتحاول تمنعه باي طريقه، عشان كده الناس بتحاول تمنعه باي طريقه، بتحاول تمنعه ان هو يخش في مباراه، على الرغم من ان كل المباريات متاحه لعدد كبير من الجمهور. النهارده شفنا في مباراه الاسماعيلي والداخليه وهنتكلم عنها، وشفنا في مباراه الزمالك والاتحاد شفنا جمهور هنا وجمهور هنا. هو في ايش معنى جمهور الاهلي يعني؟ عشان عارفين ان حضراتكم انتوا الاساس في كل شيء،
وانتوا اللي دايما 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 بتبقوا في ظهر النادي الاهلي وفي ظهر لعيبه النادي الاهلي. عشان كده بقول لحضراتكم دوركم مهم جدا جدا جدا. لو الفتره اللي جايه هيبقى من الصعب ان يتم فتح ملعب التتش ولازم تقدروا الموقف ده، لانه دايما بيقدر من نواحي اخرى غير نواحي مجلس الاداره او طلب من مجلس الاداره، بتبقى هناك نواحي امنيه واشياء اخرى كثيره جدا، وده دور الدوله واحنا ما نقدرش نتكلم فيه، لان الشرطه والامن عندهم حاجات وعندهم معلومات اكتر من اللي عندنا بكتير، ويعرفوا حاجات احنا ما نعرفهاش. فلازم تقدروا هذا الموقف، ولازم تعرفوا ان حضراتكم عندكم مواقع التواصل الاجتماعي، نبتدي انا وانتوا نفكر على ان احنا نعمل هاشتاج كده نقف خلف لعيبه النادي الاهلي، من خلال هاشتاج كل ده بيوصل للعيبه. احنا في ظهركم، خلينا نعمل احنا في ظهركم مثلا يعني. وابعتوا لنا على صفحتنا واحنا هنقرا، هقرا كل الكلام ده، واللعيبه هنا بتتابع وبتشوف كل حاجه. معاك يا اهلي دايما، في ظهرك يا اهلي. عايزين نعمل حاجه مع بعض كده، لانه لغايه يعني ما يتم اللي حضراتكم عايزينه ونفتح ملعب مختار التتش مره اخرى علشان الجمهور يخش ويبقى موجود في كل حته في الاستادات خلال الفتره اللي جايه. فعشان كده انا بقول لحضراتكم انتوا الاساس، انتوا الاساس. مش عايز حضراتكم تيأسوا، مش عايز اي حد يبقى زعلان من اي، ازعلوا طبعا ومن ده من حقكم تماما، ولكن في نفس الوقت خدوا بال حضراتكم انتوا دايما اللي هتبقوا في ظهر النادي الاهلي، وانتوا اللي انتوا اللي هتبقوا في ظهر لعيبه النادي الاهلي، وانتوا اللي هتفوقوهم مره تانية. خلينا نروح نشوف تقرير عن جمهور النادي الاهلي ودور جمهور النادي الاهلي في تاريخ النادي الاهلي الكبير خلال الفتره اللي فاتت. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم.